كأنك تسمع سيمفونية تشنف الأذان، تجمع بين أصوات تروي عطش الأرض والناس. تلك هي الأصوات المنبعثة من نواعير هيت تبث الحياة في جميع الأراضي القريبة منها بدورانها حول نفسها. تعد مدينة هيت ونواعيرها غربي محافظة الأنبار في العراق من أقدم المدن التي سكنها الإنسان في العالم، إذ استمر الوجود البشري فيها دون انقطاع على امتداد آلاف السنين منذ عهد السومريين وحتى يومنا هذا. تعتبر مدينة هيت من أقدم المدن التاريخية في العالم، مدينة حضارية تاريخية وأثرية، فيها القلعة، فيها شواخص تاريخية للدل على أنها من أقدم مدن العالم. تمثل النواعير شاخص حضاري وتراثي وأثري لهذه المدينة العريقة الطيبة التاريخية. تبعد عن العاصمة بغداد بنحو 180 كيلومتراً، ويعتمد سكانها بشكل كبير على الزراعة، فهي المدينة الغافية على ضفاف نهر الفرات، ومن هنا جاءت أهمية وجود النواعير كوسيلة لسقي الأراضي. والنواعير جمع نعور، وهي واسطة لرفع المياه من مجرى النهر إلى الأراضي المحاذية عندما تكون أعلى من مستوى النهر، ويدور النعور بقوة دفع المياه، وينقل الماء عبر أوان فخارية خاصة مربوطة بأضلاع النعور إلى ساقية عالية تنحدر تدريجياً لينساب الماء فيها بغرض ري الأراضي الزراعية، وهي طريقة فريدة من نوعها لنقل المياه. وقد لجأ العراقيون القدماء إلى هذه الوسيلة بعد انخفاض مستوى منسوب نهر الفرات عن الأراضي الزراعية، فكانت الحاجة إلى اختراع النواعير. تستلزم عملية صناعة النعور تهيئة مكوناته التي هي من خشب الأشجار المحلية، وتحديداً خشب شجرة التوت الذي يتميز بقوته وعدم تأثره بالماء، ويتراوح قطر النعور بين 10 أمتار إلى 12 متراً. نصنع النعور إذا السنجق يريدون نعور كبير كم متر، نخطه بلقى خطه داير حبل، ونكمل الطوق يعني نسويه مثل هذا اثنين، ونبشبره بخشب بسامير خشب، ولا ما يكمل نكمل هذا الخشب، حجيب الخشب ونكمله. إلى ما كملنا نعلمه ونفلشه ونرد بالناعور، يجي الفلاح يترسوا يشدون قواقع عليه شرايش تيدور بسيب، ويدور يسكن عليه الشجر. ويتألف محيطه من عجلتين أو طوقين يسمى الخارجي الظهارة والداخلي البطانة، وتتصل بهذا الإطار المزدوج مجموعة عيدان تسمى الصلبان، كل صليب يمثل نصف القطر تلتقي كلها عند المحور المركزي، وهو عبارة عن جذع لشجرة التوت الذي له القدرة على تحمل أثقال النعور. وتمتاز هذه الصناعة بالدقة والفن والهندسة، ويتقنها النجارون المختصون بهذا المجال.